انت عايزنا نخلف عهد اخدناه على نفسنا قصاد كبيره الحشاشين؟ انا ما بقولش كده، انا بقول ما هو في الاساس الضو كبيرنا. سوسن امرت انها لو تعدمت الواد ده يموت، يبقى الواد ده هيموت. رجعوا أباي البيت المقبرة وبلغوا الضو إن الأمانة وصلت وإن الاتفاق تم. الأمانة وصلت والاتفاق تم. يعني إيه؟ إحنا ما بنقولش غير اللي مكتوب لنا، ودلوقتي إحنا عايزين علاء. لو شفت الفرحة اللي كانت في عيونهم والله كان هين عليا أديهم نفسي. دماغك دي ياقوت. هما سرقونا كلنا، فاحنا يوم ما نسرقهم يترد لنا كلنا. هو ده العدل يا مهيب. انت لسه مصمم تسميها سرقه؟ ملهاش اسم تاني. سرقه سرقه، المهم الناس مبسوطه. كده احنا خلصنا من اول خطوه، عقبال بقى المشوار. المشوار كله كان ممكن يخلص. ايه؟ ايه ايه؟ انا اللي هعيد وهزيد ولا ايه؟ ولا حاجة. ومنام بقى يا بطل، عشان بكرة عندنا يوم طويل. ازاي؟ هو مهيب ظهر؟ نقبض عليكم ونخلي اهل الكفر يقرروا، وايا كان اللي هيقرروا احنا نقول ان هم اختاروا يحرروا علاء ويعدموك. هو انت متخيل ان انا بحب علاء لدرجه ان انا احميه واضحي بنفسي؟ لحظه تنفيذ الاعدام الكبير هيكون واقف وراكي، وانت عارفه ان ربنا وهبه بركه الشفا. وانا ايه اللي يضمن لي الكلام ده؟ انا كلمتي سيف يا سوسن. ما بلاش انا. الله يخرب بيتك. اتلم يا بنت، انا ست. انت مش فاهمه حاجه، دي ارواح ناس. انت متأكدة انه مش مهيب؟ انك مع وجع الموت كنت بتخرفي؟ زي ما انا متأكدة من انك واقف قدامي دلوقتي. يا ترى مين دي اللي زيها زي مهيب؟ معرفش، بس لو طلعت من نسل الديابة واحنا ما نعرفش تبقى مصيبة. اشمعنى؟ عشان مش محتاجة ذكاء، اكيد هتكون هي نبوءة العهد اللي هتعدل المايل. والله أنا بقيت شاكك في الموضوع ده. الكفور دي حالها أعوج من إنه يتعدل إلا بمعجزة. والمعجزة حصلت. الحمد لله. تحمدي ربنا على إيه؟ على إنك رجعت لي بالسلامة. أنت عملتي إيه بقى عشان ترجعيني؟ أبوك هو اللي خد القرار مش أنا. أبويا مين فيهم؟ أنت اتجننت؟ لا،
ومش ناوي اتجنن، بس ناوي اجننكم كلكم. اخرس هتودينا في داهيه. الداهيه دي ما كانش حد هيروح فيها غيري، ده غير انك عارفه كويس قوي اني المفروض ما اخرجش بره الاوضه دي وسبتيهم يخرجوا. سيبيني لوحدي. انت عارف لو ابوك سمع اللي انت بترطم بيه ده احنا هيحصل لنا ايه؟ اقول لك تاني، ابويا مين فيهم؟ خليها تدخل. احنا ما اتفقناش على كده، اتفقنا ان بعد حل من دلوقتي اديلك روحي قصاد اللي انت اديتهوني. اجي انقل البيت الاقيني خيبة الرجا؟ لا، يبقى ما تعرفنيش. اتفقنا زي ما هو. كل اللي حصل ان هم خرجوني من الاوضه وانا المفروض ما اخرجش من هنا. طب والعمل يا ابن سجاك؟ هو ده اللي انا عايزك فيه، عايزك تنقليني من هنا. طب ما تنقل نفسك، هو انت محتاجني؟ لو اقدر ما كنتش استنيتك، ولو مش محتاجك ما كنتش ساعدتك وانا عارف انك ضدي، كنت خليتك زي ما انتي، روح عاجزة هايمة، لكن محتاجك. وعايز تتنقل فين؟ كفر القلعة. انت بتعملي كل ده ليه؟ عشان الكفر، عشان الحكم. وحتى لو مش عيب، انت مش عارفة حاجة خالص. عرفني. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس انا خايف. خايف من ايه؟ خايف اخسرك. وانا بعمل كل ده عشان ما اخسركش، عشان ما حدش يدوس لك على طرف في شيطانك اللي راكبك ده. انا برضو الاسطواني راكبني. ما تقف ليش على الواحده يا علاء، اقصد بمخك اللي راكبك. انت ليه مش قادر تفهم انه كان بيننا وبين الموت مسافه اقرب من اللي بيني وبينك دلوقتي؟ ليه مش قادر تفهم ان انا عشان اقف لهم لو فكروا يعملوها تاني لازم يكون ظهري محمي، مش بالحشاشين بس، لا بكل اهالي الكفور وبنبوءة العهد كمان. طب واللي مطلوب مني؟ أول هام تقف جنبي، وتاني هام البنت اللي ردت فيها الروح لازم نعتر عليها ولازم تموت. انتي ازاي راجعالي كده؟ انتي عاوزة ايه؟ تفضحينا؟ بقولك ايه؟ أنا مش عايزة أسمع صوت حد فيكم، أنا بقالي تلات أيام بجري ما بين التلات كفور عشان كذبتكم، وبدل ما تقوليلي شكراً جاية تقولي راجعالي كده ليه؟ راجعالك كده عشان كنت هموت وعايزة أرتاح بقى، ولو إني عارفة كويس قوي إن موتي مش فارق معاكي في حاجة. إيه اللي بتقوليه ده؟ ده أنت ابن عمري. قلتلك 100 مرة بنت عمري. إحنا بيجمعنا المصلحة، لكن أنت تربيتي قصاد عيني يا بت، كبرتي طولتي شبر شبر قدامي. حبك في قلبي يا سحر زي حب ضنايا اللي والداه، الضنا مش بالخلفة بس يا حبيبتي. طب بقولك ايه، وحياتك الكلمتين دول ما كفاية ظلم بقى، تعالي نوزع الفلوس على أهل الكفر ونبطلهم شغل الفاعل في الجبل، وساعتها هيتبقى لنا شيء وشويات. لا يا صغيرة فوقي، الدنيا مش سهلة كده، وربنا خلقها كده طبقات، واحنا لو سبناها لهم هياكلوا بعض، وبعد ما ياكلوا بعض هيدوروا علينا احنا ياكلونا، لان دول صنف نمرود احنا بنحميهم من نفسهم. ده غير ان كلامك ده بينقض العهد، وقبل ما تقوليها القديم قبل الجديد. نام يا سحر واستهدي بالله، ولما تصحي هيبقى لنا كلام تاني، لان احنا ورانا هم ما يتلم. استهدى بالله، هو انتوا تعرفوه اساسا؟ استمنوها يا استمنوها يا ستي.
جيت هنا ازاي؟ ده ازاي وامتى وليه؟ ازاي ما يخصكش؟ امتى وانت نايم؟ وليه؟ عشان ابقى تحت حماك. واو، وسهل عليك تنفيذ الاتفاق اللي بينا. يا ترى بدأت تنفذه؟ ما عداش غير يومين. يومين كتير على فكرة. ولا تحب نرجع في اتفاقنا؟ أنا تحت أمرك. اطلع شوف خليل عايزك في إيه. ولما تخلص تبعت مرسال لكفر نطاط الحيط تقول لهم إني بقيت تحت حمايتك. سجاج! إنت اللي اسمي سجاج! إيه في إيه؟ بتزعق ليه؟ إيه ده؟ فين موبايل؟ انت بتسأليني؟ ابنك فين؟ مش كنت آخر حد معاه؟ وحتى لو وديته أي حتة، حامل العفش كمان؟ أمال يعني عفريت خفاه؟ لا يا ضوي، مش عفريت، روح. نعم، يعني ما حدش طلع الجبل يحفر؟ إيه اختفوا؟ أنا جات للإخبارية قلت أروح أتأكد بنفسي، ما لقيتش حد، قلت أجي أعرف منك. أتاري كبير الغفر نايم على ودنه. ما بلاش تنبيط النسوان ده يا خليل. خلينا بس نشوف آخرة المصائب اللي بتحدف علينا دي. روح بلغ جمر وأنا هحصلك. أنت مش على بعضك ليه يا زين؟ مش وقت يا خليل قلت لك. قلت لك مش وقت تناحى يا ابني اللي ما نعرفلهاش اصل. وروح المقبره بلغ مراتك والكبير وانا هحصلك. انت بتكلمني انا كده يا زينهم؟ واكلم الكبير ذات نفسه كده لو هيتعدى حرمه بيتي. لا ده انت اتجننت. اعتبرني اتجننت. ويلا اجري بقى رجع كلمتين في ودنها واضرب الخبور. يلا يلا. يعني ايه ما شفتهاش؟ ما هي كانت قدامك. ده اللي حصل، ما شفتهاش وما سمعتهاش. وانا مش مجنون ولا دي اول مره تظهر عشان تكدبيني. اديك بتقول مش اول مره تظهر. اشمعنى بقى المره دي؟ الا بقى لو ما كانتش بتظهر بجد وانت بتعمل عليا حكايه وتبقى انت ورا غياب الواد. لا اله الا الله، اتق الله يا سجاد. محمد رسول الله. ايه غلطت في سيدنا النبي يا ضوي؟ فوق، اوعى تكون صدقت نفسك، ده احنا كاتبينه سوا. بتتخانقوا ليه؟ سلام قولا من رب الرحيم. ليه؟ هو انت شفتي عفريت؟ واحده قايمه من الموت قدامي وشايفاها بعنايه. تبي ايه اللي حصل ده؟ حصل ازاي لو مش مهيب اللي شفاكي؟ مش مهم حصل ازاي، المهم انه حصل وجي دورك تنفذ نصيبك. ماشي، من بكره عرف الثلاث كفور انك بنت استمنوها. استمنوها ايه دي اللي بنتها؟ انتوا ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بس ده مش وقته، احنا في مصيبه واخوك اتخطف. مش بعيد بقى تكون هي اللي خطفاه. اللي يخليها ترجع من الموت يخليها تنقل العفش. ما هو كان عندي رهين، لو كنت عايزه اخليه ما كنتش بعته. انما ابنك الكسيح ده انا هعمل بيه ايه؟ وبقول لك ايه يا مولانا، انا مش هستنى ميتة لغايه بكره، النهارده ودلوقتي المنادي يلف في البلد ويقول ان انا بنت استمنوها. انا عندي خطه ولازم تتنفذ. انت لما تكلميني ما تنسيش انك بتكلمي الضوي، والضوي ما حدش بيتكلمه بالشكل ده. وانت لما تكلمني تفتكر انك بتكلم سوسن. سوسن اللي هتعدل المايل. مايل ايه اللي سوسن هتعدله؟ انتوا بتعملوا ايه من ورايا؟ احسبيها يا سجاج، احسبيها يا ام الكسيح، من نسل الديابه وعندي جيش ملوش اخر وراجعه من الموت بمعجزه. ما يفكركيش كل ده بحاجه؟ تقصد ان انتي
النبوءة. ابن سكينة نايم في فرشتك ليه يا خليل؟ لا ده موال تاني مش وقته خالص، احنا عندنا مصايب اكبر. ليه؟ هو في مصيبة اكبر من انك عاوز تساويني راس براس بسكينة العلمة؟ لا تكتب فيها رقاب. قلتلك مش وقته يا كومر، احنا عندنا مصيبة اكبر. نفسي افهم ايه اللي عاجبك في العيلة الواطية دي مخليك مصر انهم يعترفوا بيك. لو انت كنت اتولدت وطلعت لقيت نفسك مش عارف لا اصلك ولا فصلك ولا لك حتى اب تقول له يابا، بينتوا عليك في الرايحه والجايه يقولوا لك يا ابن زد يا ابن العلمه، كان ممكن وقتها تفهم وتحط نفسك مكاني. لكن انت اتولدت لقيت نفسك بتغرف من صحن فضه، بيقولوا لك يا كبير، هتفهمها ازاي دي؟ عمرك ما هتفهمها. صحن فضة. شوفوا جايب لآخر الكفر ليه؟ تنزل الجبي يجمع جباية من الكفر كله، مش عاوزة نفر ما يعديش عليه. لما نشوف آخر الحل العوج ده إيه؟ جباية تاني؟ أنتوا بتشبعوش؟ أهل الكفر ما طلعوش الجبل النهاردة، يعني مستغنين عن اليومية، والمستغني يدفع بقى. اقعدوا كده انتوا دوسوا على الدم لحد ما يفرقع في وشكوا. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي وتداويهم من كل العلل والدمامل كمان. يخليكي لينا؟ انت شايفاني مرة قدامك؟ لا بس سيد الرجالة لما يقول كلام عوج لازم أفوقه وأقول له إن العوج ما يلدش إلا على النسوان. ما تكرريهاش ياما، عشان المرة الجاية مش هيشفع لك فيها إنك أمي. أنت جبت الفلوس منين؟ وأنت ليك أكل ولا بحلقك؟ انت وشك غريب عليا، انت من اهل الكفر ولا غريب؟ غريب وجاي استرزق. يا الغريب زي القريب، بدل بتشرب من ميتنا بتضلل بدلتنا يبقى تدفع الجبايه. ومش هتدفع يا تفارق البلد يا تطلع فوق الجبل تحفر. لا فارق ولا احفر. ادفع. الله. هي البلد نزل عليها كنز من السما ولا ايه؟ حاجه زي كده. مين؟ عابر سبيل. ايه اللي رماك على كفر العالم؟ اهو نصيب غلاب. انت عارف انا مين؟ اكيد كبير الكفر. الكفر كبيره دلوقتي اللي بيوزع الفلوس على اهل الكفر بالليل ولابس اسود في اسود، هو ده الكبير اللي بجد. تعرفه؟ انا معرفش حاجه، انا غريب. وبعدين معاش ولا كان كبير غيرك كبير. الجباية الجاية أقول لهم كبير قال ما تفعش. أنت ضيف. كل أهل الكفر دفعوا الجباية؟ أنت عارف اللي بيحصل ده هيودينا لفين؟ بكرة يقولوا لك نقرأ العهد. ما يقدروش يا مولاتي. ما هم قدروا يسرقوا الخزانة، ولو سبتهم بكرة كل حاجة هيقدروا عليها. الخزانة؟ إزاي يا أم الكبير؟ بالعقل. الفلوس في الكفر ده في مكانين، بيت المال والخزانة. بيت المال لو اتسرق حيبان، ده غير انه محروس. لكن الخزانة مال سايب، عشان كبير الغفر اللي كلنا في حماه مغفل. اه
ده الظاهر ان جوزك عامل الواجب وزياده. انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. انا كرشام الصبح، انا بتكلم على اللي لمسه بايديا. جمر، انا بقالي اسبوع ما بشيلش راسي من مصيبه لمصيبه لمصيبه، واخرها بنضوي سجاج. ابي، وده ماله ده كمان؟ صحيت من النوم لقيت اوضته مكان اوضتي. سلاما قولا من رب الرحيم، سلاما قولا من رب الرحيم. ازاي حصل الكلام ده؟ ازاي ما اعرفش، بس هو حصل. سجاد بتدق مسمار جحا في الكفر، لكن ده ما يشفعلكش يا زينهم لو خلال نهار بليله ما عرفتش مين اللي سرق وعاقبته ورجعت الكفر تحت طعنة. نقول لهم يمين يدخلوا يمين، نقول لهم يطلعوا الجبل يطلعوا الجبل. العهد لسه فيه صفح فاضية كتير مش مكتوب فيها حاجة، هكتب فيها موتك، لأن الكرسي ده أنا هحميه حتى لو مشيت على جتة مهيب نفسه. بقى واحد يبقى معاه مال قارون ويروح يشتغل بياع رز. تقعدي تظهري كده وتختفي بمزاجك؟ جنية عايزة تظهر وتختفي بمزاج مين؟ مزاجك أنت مثلا؟ ليه لأ؟ توحشيني فببقى عايز أشوفك. أول ما بحس إن أنا وحشاك بظهر لك على طول. كمان كنت عايز أقول لك شكرا. على إيه ولا إيه؟ خلاص ما تقلبش وشك. عايز تشكرني على ايه؟ انك خليتيني اساعد الناس؟ ده قدرك يا مهيب، وانا اتحطيت في طريقك لاجل يتنفذ. مش فاهم. مصيرك تفهم، بس واحده واحده، عشان مهما حكيت لك دلوقتي مش هتصدق. ما هصدق اي حاجه تقولي لي عليها. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. أنا مهيب. مهيب؟ مهيب مين؟ تقصدي مهيب مين؟ في إيه؟ أنت أي حاجة تدخل عليك كده بسرعة؟ أنا مش مصدقاك. هراجي في أي حاجة إلا الموضوع ده. أنا اللحظة شكيت إن أنت عشان جنية بتغيري شكلك لراجل وبتحلي محلي في المقبرة. إيه ده؟ يعني أنت خيالك واسع قوي. مش أوسع من بحر جمال عيونك. عايز اعترف لك بحاجه. ايه هي؟ انا عمري ما لمست حد قبلك. ربنا وهبني بحاجه انا مش عارف هي نعمه ولا نقمه، بس اللي متاكد منه ان ما ينفعش المس اي حد، لان اي حد بلمسه بيموت. الا انت. فعلا؟ ممكن ألمسك تاني؟ معلش يا مهيب، أصل أنا متوضية وعايزة ألحق الصلاة، مرة تانية بقى ألمسني براحتك، وهقابلك في الفجر عند الخزانة وأحضر لك البغال، طيب؟ متوضية؟ في جنيه بتتوضى؟ بتتسرقوا. انتوا مغفلين. مش شغال معايا مغفلين؟ يا كبرنا، اللي انت بتقوله ده مستحيل. اهو حصل. المستحيل حصل. وكلنا هنروح في داهية. جمر بتهدد انها هتستخدم العهد ضدنا. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان هي لو خرجت على اهل الكفر وقرت منه اي كلام لصالحها بقى او ضدنا، اهل الكفر يطلعوا ياكلونا. انا مش عارف ده حصل. مش عايز اعرف. فاقل من يوم الحرام يكون عندي هنا.
يعني احنا كنا هنودي نفسنا في داهية عشان تقولولنا ما خلاص الناس مبسوطة. ما هو ابنك راح زي قلته، قال ايه خاف رجع نط من الشوال في نص الطريق، وفارس الليل جه حل كل المشاكل. احنا لو عوزنا حاجة تاني يبقى بطر. فعلا يا مهيب، فعلا كان عندك حق لما قلت انهم مش رجالة وانهم هيخلوا بينا في اول مفترق طرق. قوموا اطلعوا بره، بقول لكم قوموا اطلعوا بره، اطلعوا بره. مش عايزين يعملوا حاجة بإيديهم يا مهيب، عايزين يقعدوا يتكلموا وهم مستنيين فارس الليل. طول عمرها كده يا مشعل. من أول الزمن اللي بيتكلم ما بيعملش، واللي بيعمل اخرتها يا ابني. اقولها عندي بس اخرتها عندك انت، ولحد ما تقولي على اخرتها هديني قاعد جنبك بنفس اللي انت عايز نعمله. بعت مرسال للضوية ولا لسه؟ نعم. أصلك مش متخيل يا وبيل اللي بيحصل في الكفر من سبحية ربنا. ما يخصنيش. الكفر هناك زمانه يضرب يقلب، ولازم أبويا يعرف. هعرف. يا أهل الكفر، يا أهل المقبرة، يا حشاشين، جيت تسوسة مش في قبرها. يا أهل الكفر، يا أهل المقبرة، برضو نفذت اللي في دماغها. جيت تسوسة مش في قبرها. كده كده كانت هتنفذه. يا أهل الكفر، يا أهل المقبرة، جيت تسوسة مش في قبرها يا حشاشين. انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه؟ جيت تسوسة ومحسسني كده ان اللي اختفى ده هيلاقينا على باب الجامع. جيت تسوسة راحت فين يا اهل الكفر؟ ابنك في كفر القلعه. كبرتكوا فين يا حشاشين؟ راح ازاي بقى وليه؟ نبقى نعرف بعدين، خلينا دلوقتي نشوف اخر اللي بيحصل هنا ده. يا اهل الكفر، وانت ايه ادراك ان اكمل ده صادق؟ عشان لو مش صادق هيبقى خسر الجلد والسقط. احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ ما كانش ناقصنا غير ريا وعقادها. هي لعنة وحطت علينا ولا ايه يا ربي؟ عرفت ليه بقى انا منيمه في فرشتي؟ هو انت ناوي تعترف بيه؟ اعترف بمين يا جوم؟ مش نقل هتحش روح ريا؟ لما نثبت اللي هي بتخطط له هتحش روح جوزها وشريكها في كل حاجة. طب وطي صوتك لحسن من الصبح رايح جاي فاكره بيت ابوه اكتر. ملعون ابوه. جيت السوسن راحت فين يا اهل الكفر؟ يا اهل المقبرة، انا ما متش عليها عشان جتتي تروح في حتة. انت بقيت ضعيف يا زين، بقيت قليل الحيلة والزمان بدأ يفلت من إيدك، ولا أنا كنت خايفة منه بيحصل؟ هو إحنا اللي هنعيد ونزيد ولا إيه يا أمو الكبير؟
قلتلك هيتقبض على حرامية النهاردة. النهاردة خلص يا كبير الغفر. خليك في حالك انت. انا مش عجباني طريقة كلامك مع خليل. خليل ده عم الكبير وجوز امه. جوز امه اه، عم الكبير لا. احنا مستحملين جبروتك وقلبك المستقوي علينا ده عشان انت بتحمينا وبتحمي الكفر، لكن لو ما بينتش كرامة في سرقة الخزانة هتتحاسب حساب الملكين. قبضوا على الحرامي.